في الحلقات اللي تعديو. السؤال المهم هو كيفاش دخل؟ عرفنا نسكنه؟ نعرف اسمك واسمهم الكل. مش تعرفوني كعم فضل خليل ناس الديوان وعشيرهم. يحكيوا على ناس الديوان يقولوا لي هما كانوا يحاربوا في الغولة ليجمعوا على المدينة. غرفتكم راهي صعيبة لكنها أمانة برغبتكم. مش راوها أولاد الحرام وناويين يهدوها. ولازمكم تعرفوا إذا كان دار للأخمرة تتهد اللي عملوه ناس الديوان الفاضيين الكل ويتحطم. بالطويل بالطويل وأظلم بارد وكاسد. أما ما فهمتش كيفاش عطا قلبه بها حد دار ولشكون؟ لك اللفعة هذيك لك اللي يسمع على جسمها شر يقتل. انتوما جنون القائلة انتوما أولاد بابا الشريف أولاد أمي فاطمة. نرتاح من خوه البهلول يغرق لي هو والصغار اللي خرجوا قدامي كجنون. أول مهمة عندي ليكم هي أنكم ما تخليوا حتى حد ينزدر الأقمر. من الخطر قاعد يقرب. مش أنا عون بلدي نازي في خدمة مواطن يمنع منعا باتا الدخول إلى هذا المنزل. عجبكم هكا ملبسيني كالمرأة؟ أنا المهم فكرة الناس نجحت نجحت. أما تعرف عليه؟ على خطر احنا كنا مع بعضنا.